أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما يحق لكم علي. آمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله ثم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم. أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن كنتم في شك من هذا أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ليس بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته، أو مال لكم استهلكته، أو بقصاص جراحة؟ أولا تنزل على حكم بني عمك فتحقن بذلك دمك ودم أهلك وأنصارك؟ لا يا ابن الأشعث، لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى. عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم احبس عنهم قطر السماء وبركات الأرض، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرا.